بعد ما كنت معلم ما بقدر اشتغل عندهم اديهم لحمه وبتاع وكلام من ده واتعامل في الجراف وكلام من ده. فطبعا ده كده انا شغال ايه؟ شغال كومبارس. اقول ان ما حدش يعني حراسه من الناس، الناس النهارده دلوقتي بقت فيها حته طمع. نصيبي بقى كده والحمد لله. انا ما اعرفش اقرا واكتب وراجل على الله، كنت بخاف بدرع على شمعتي زي ما بيقولوا. فجالتي الحقيقيين الالبوم عليا خليكم معايا، لكن حسب انا واقف في الخان واللي بقى اقول له خليكم ازاي. طب ايه؟ انا المطعم بتاعي مش بتاعي بس هو بتاع بس اللي حصل معايا نزلت على الصفحه الرسميه بتاعتي وكل حاجه على الصفحه والمشوار خلاص الحمد لله وربنا معايا ان شاء الله. لا بعت المطعم فعلا 125 مليون 200 وحاجه، كنت بستلف 75 وكانت يا جماعه. طب ايه؟ لميت له الحاجتي وبتاعتي. طب العمال اللي شغالين عند حضرتك مصيرهم ايه دلوقتي؟ مصيرهم معايا بيتعامل معايا منهم موجود معايا معاده وبديله قبض وبديله كل حاجه والحمد لله. لا 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 اسم البعث ممكن انا بس كنت مخالف للقانون والعلامه التجاريه بتاعتي. انا صبحي كامل قلت ان هم شعب طيب واحسن شعب الشعب المصري. ايه الناس؟ الناس عايز يصور نفسه، كان في حد جايب لي دوره اشتريه صفقه كده، كنت محتاج فلوس للاشتريه. طب انا بعته، انا بقالي بالظبط من امتى؟ بقالي بالظبط كده من شهر واحد. انا بديهم لحظه من عندي من المزرعه وخضار من عندي من المزرعه بتاعتي ومسجله ومشوا الناس الرجاله بتاعتي الكويسه وخدوا الرجاله جابوا الرجاله ليهم من بره. طب هل كان في اي ضغوطات؟ وانا لا كان عليا فلوس ليهم، لا اتحبس لا اديهم المحل. لا هم بعد ما هم رفضوا ياخدوا مني لحمه وياخدوا مني الخضار وياخدوا مني الحاجه دي كلها. المحل كان يعني ايه، دخلت موضوع الذره وجه المحل ولع. ايه بقى الازمه المالية اللي مرات بيها اللي تعرضت لها؟ شايف ان دي حكمه من ربنا؟ انت حضرتك كنت صاحب مال وفجاه بقيت شغال في المحل. الكلام ده من امتى يا عم صبحي؟ انا حاسه في دموع في عينك. ان شاء الله هفتح صبحي كامل بامر الله واختاركم ان شاء الله افتح. المشكله دي واحد على نفسي رد عليهم ان انا هفتح حاجه احسن من كده ان شاء الله بنفس الاسم. بنفس الاسم صبحي كابر، ان العلامه بتاعتي براند صبحي كابر موجود فيها من ناس سعوديين معايا ان شاء الله وهكبر احسن من الاول وباحسن من الاول. بنفس بتاعي العلامه التجاريه من حقي، العلامه التجاريه بتاعتي انا ما اتبعتش. رفعت قضيه على الفرع ده ان هو خالف التعليمات اللي هي المطابقه للعقد اللي بيني وبينهم. ان هم جابوا اللحمه من بره وجابوا الخضار من بره والحاجات دي. العمل جاي ان انا خدت منهم فلوس سلف، خدت منهم 75 مليون سلف. بس الضغوط دي وصلت منهم هم ان هم خدوا مني الفلوس حسب هذه الفايده وهم عايزين فلوسهم حتى من فايده البنوك. رحت كذا مره كان بيتحرق دمي على الاستاف اللي بيمشي وعلى الناس الكويسه اللي بتمشي. الصبح كبر الصبح كبر هيجي في المحل الجديد ان شاء الله. المحل هم الخمسه شركه اللي اشتروا هم اخوات مع بعض. خمس اخوات. قال لهم ان شاء الله ربنا موجود الدنيا بحالها فيها توافقكم عادي بالدنيا بحالها دي. اقول ان ما حدش يعني حراسه من الناس، الناس النهارده دلوقتي بقت فيها حته طمع. نصيبي بقى كده والحمد لله. انا ما اعرفش اقرا واكتب وراجل على الله، كنت بخاف بدرع على شمعتي زي ما بيقولوا. فجالتي الحقيقيين الالبوم عليا خليكم معايا، لكن حسب انا واقف في الخان واللي بقى اقول له خليكم ازاي. طب ايه؟